دكتور خالد، هل برأيك يعني اتجه بنيامين نتنياهو لسياسة الاغتيالات وتوسيع رقعة الصراع هربا من فشله في الحرب داخل غزة في تحقيق أهدافه المعلنة منذ اليوم الأول من الضغط الداخلي من أهالي المحتجزين الإسرائيليين وعدم تحقيق هذه الأهداف، ربما اتجه إلى هذا ليحقق انتصارات؟ يعني حتى الآن لا نستطيع أن نقول كم يعني أنه عجز عن تحقيق يعني أهداف، لأن بالأساس أهدافه كانت ليس ملاحقة مجموعات حماس، وإنما كانت أكبر من ذلك، هي كانت يعني محاولة ترانسفير إخراج أهالي غزة نهائيا من الأرض، وفشل ليس بسبب صراعه مع حماس، وإنما بسبب الموقف المصري الرافض الذي قال لا، وهذا تحسب لمصر يعني للدولة ولشعبها بأنهم يعني منعوا تنفيذ سياسة اليمين المتطرف. فلذلك نرى أن الأهداف التي وضعها هي اشتتات حماس، وكأنه يريد القول أنه يريد أن يلاحق حماس من القادة الصغار حتى الكبار، وهو أعلن منذ اليوم الأول أن كل قادة حماس في الداخل وفي الخارج هم على يعني لائحة المطلوبين، وهو ينفذ هذه السياسة. وقد يعني البارحة في اغتيال العروري اغتال 5 قادة ميدانيين عسكريين إلى جانب العروري، وسابقا يعني اغتال العديد من هذه القيادات، وهو يلاحق في تركيا وفي قطر. يعني والجميع يعلم بأن إسرائيل خلاياها النائمة وقدراتها يعني التجسسية والموساد في دول العالم منتشرة، لها قدرة، وهذا إذا أخذنا التاريخ كيف تعاملت مع منظمة التحرير في كل أوروبا، وكان أوروبا ساحة مسرح، ولبنان كان مسرحا لتنفيذ الاغتيالات، ليس جديدا على إسرائيل. لكن القول ان بنيامين نتنياهو انتقل الى المرحله الثالثه، كما نقول بنفس الوقت انه لم يفشل في تحقيق اهدافه، ايضا حماس لم تعطيه مجال لتحقيق كافه هذه الاهداف، لا تزال تقاتل حماس، لسه يعني هناك من المتسع من الوقت لنقول انه فشل او نجح حسب يعني المقاومه التي تبديها حماس في الداخل، وما هي الصفقة القادمة الذي يعني يحاول الوسطاء الوصول إليها، وكيف يتلاعب بنيامين نتنياهو على كل الأهداف حتى الوصول إلى محور فيلادلفيا للوصول إلى المنطقة العازلة التي كانت متفق عليها في كامب ديفيد أنه يريد الوصول إلى الحدود المصرية. يعني هناك مخططات كبيرة تتركها يعني ترسمها إسرائيل كدولة، يعني لا يمكن القول أنها فشلت. يعني الجميع قال أن لواء الجولاني أنه ضرب وأنه انهزم، هم يعدونه، وهذا لواء الجولاني ينتشر مجددا في الشمال الإسرائيلي، يعني أنهم أتوا بهذا اللواء وعززوه ودربوه احتمالا للمعركة القادمة. هناك خطط عند هذه الدولة، لأن هذه الدولة في يعني مخططاتها وأجنداتها هو الحرب الدائم، وبالتالي هي دولة عدائية لا أخلاقية تمارس المحظور واللا محظور ولا تردع لأحد.